نستهل عرضنا الإخباري المباشر المفصل من مدينة العيون، حيث أشرف مساء اليوم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر عمارة على تنصيب المدير المركزي للمديرية المؤقتة لتهيئة الطريق السريع تزنيت الداخلة. اللقاء حضره والي الجهة رفقة عدد من المسؤولين والمنتخبين. عياد سرتي ومحمد مورد ملاخف. هو لقاء إخباري للإعلان عن إحداث المديرية المؤقتة لتهيئة الطريق السريع تزنيت الداخلة، مكلفة بالإشراف على إنجاز وتتبع هذا المشروع التنموي، مشروع يشكل أحد أهم دعامات النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في الذكرى الأربعين لحدث المسيرة الخضراء. هو مشروع طرقي ضخم يمتد على أكثر من 1000 كيلومتر مرورا عبر الجهات الجنوبية الثلاث، وبكلفة مالية تبلغ 8.5 مليار درهم. هذه مديرية مركزية ستتكلف أساسا بهذا المشروع. بهذا الحال نظرا لأهمية المشروع، لأنه مشروع ضخم وهيكل 1055 كيلومتر، ثم حوالي 8.5 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات، قررت وزارة التجهيز والنقل أن تحدث له مديرية مركزية خاصة به. سيكون بطبيعة الحال شغلها الشاغل هو الإشراف المباشر يعني في كافة التفاصيل على تهيئة هذه الطريق في كل جوانب ديالها، بطبيعة الحال التقنية لكن كذلك التدبيرية، العلاقة مع الشركات. وهذا دليل بطبيعة الحال على الأهمية التي نوليها لهذا المشروع المهيكل، اللي كما قلت بطبيعة الحال يأتي في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية اللي عنا جلالة الملك، وثم بطبيعة الحال لأنه مشروع كبير يربط شمال المغرب بجنوبه. مشروع مهيكل إذن ينضاف لسلسلة الأوراش المفتوحة بمختلف ربوع الجهات الجنوبية الثلاث، سيعزز من مكانة أقاليم هذه الجهات كبوابة نحو العمق الإفريقي. السيد عبد الله الرايس مدير المديرية المؤقتة لتهيئة الطريق الوطنية رقم 1 تزنيت والداخلة، تم اليوم تنصيبكم السيد الرئيس مديرا للمديرية المؤقتة لتهيئة الطريق السريع تزنيت الداخلة، ما هو العمل الذي ستقوم به هذه المديرية؟ هذه المديرية تم الإحداث ديالها بمرسوم المؤرخ 17 يوليو 2017، وتم تعييني كمدير على المدير المؤقتة خلال المجلس الحكومي بتاريخ 21 دجنبر الماضي. المهمة ديال هذا المدير